طيب ده بالنسبه لحاله الطقس ودرجات الحراره. تعالوا بقى نكمل اخبارنا مع حضراتكم. امبارح سعد ابو المعاطي رئيس نادي ابو قير للاسمده الحقيقه واعضاء مجلس الاداره كانوا حريصين على اهداء درع ناديهم الى النادي الاهلي، وده جاء على هامش المباراه اللي اقيمت بين الفريقين مساء امس على استاد الجيش في برج العرب في دور الثمانيه لبطوله كاس مصر لكره القدم. تسلم الدرع طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي في حضور العميد علاء صلاح مدير امن مقر النادي بالجزيره وسمير عدلي المدير الاداري للفريق الاول لكره القدم. وجه قنديل الشكر الى مسؤولي نادي ابو قير ونقل لهم كمان تقدير مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب على هذه اللفته الطيبه. واكد سعد ابو المعاطي تقديره للنادي الاهلي وقال ان مواجهه اليوم تعتبر فرصه ذهبيه للتاكيد على عمق الروابط التي تربط مجلس اداره نادي ابو قير بالنادي الاهلي وكل مسؤوليه، وتهنئتهم كمان بالتتويج بالفوز بدرع الدوري هذا الموسم للمره ال 42 في تاريخ النادي الاهلي وايضا الخمسه على التوالي. طيب نروح بقى لقرعه الموسم الجديد للدوري. الاتحاد المصري لكره القدم قرر اقامه قرعه الموسم الجديد للدوري الممتاز، ده هيكون بكره يوم الاثنين بحضور مندوبين الانديه المشاركه في المسابقه. بواقع هنا مندوب عن كل نادي هيحدد الملعبين بقى الاساسي والاحتياطي لفريقه، وكمان اللي هيكون طبعا عليهم مباراته، مستوفين هنا مواجهه كمان الجهه المالكه، اكيد موافقه الجهه المالكه للملعب والجهات الامنيه. ده هيكون بالاضافه لتحديد ارقام قمصان اللاعبين. خلينا نقول هنا كمان جدير بالذكر ان اتحاد الكره حدد يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق مباريات الموسم الجديد لمسابقه الدوري الممتاز.